السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين، كيف الحال؟ إن شاء الله في أحسن حال، يا رب تكونوا تمام. اليوم معنا هذا المكيف شباك، طبعا نوريكم المشكلة عشان تفهموا. طبعا سلك الكهرباء مشبوك، بسم الله انشغل. طبعا يشتغل بس ما يبرد، يعني الفريون ناقص. طبعا كيف نعرف ان الفريون ناقص؟ نوريكم الآن الطريقة. إذا طلعت هذه الطريقة عندك، يعني عندما تشغل المكيف وتستمر نص ساعة ساعة، ولا تكون الثلج طبعا الكابيلاري اللي جاي زي ما تلاحظ، طبعا زي ما تلاحظ يثلج معاك زي ما تلاحظ، فهذا يدل على ايش؟ على نقص فريون. مجرد ما شغلناه لاحظ الثلج كيف طلع هنا في الكابيلاري حق الدخول، ثلج. هذا انما يدل على ايش؟ يدل على ان نقص الفريون. الان نفتحها بالبلف ونعبي الفريون، نوريكم الطريقه وان شاء الله تستفيدوا مننا. طبعا اول شيء نطفي، قبل ما نطفي المكيف زي ما تلاحظون كيف بان، لاحظ افترض هو بالاصح ان هذا يبعد هذا الثلج، لاحظ عندما نعبي بعدين ان شاء الله عندما نعبي بالفريون بيروح، لازم يروح الثلج زي ما تلاحظ، بينما اذا ظهر مثلج ثابت فهذا يدل على انه نقص الفريون. الان نوريكم ان شاء الله. نطفي اول شيء بسم الله، واللهم صل وسلم على رسول الله. نسحب سلك الكهرباء للامان، نسحبه، وصلنا السلك للامان عندما يصلح الهندس مشبوك على الكهرباء الا بعد ما نعبي. عادي نضغن السلك. الان نشيز شويه عشان ناخذ راحتنا فيه على طول. لاحظ اعزائي المشاهدين حضرنا الشده والعده ما شاء الله. الان نبدا هذا الفريون، هذا الكمبروسر حق سحب الهواء والضغط، هذا على زبده الزيت، هذه الساعه حق الفريون، وهذا الغاز والاكسجين. طبعا اعزائي المشاهدين نجيب الزراديه، طبعا هذه مختلفه عن الزراديات زي ما تلاحظون، مغصه عشان يطلع الفريون، وثم نلحم هذا مكانه الجديد. طبعا هذا البلف اسمه بلف، سعره 30 بس حسب الرجال 25 او 20 والله ما اتذكر. طبعا يتركب على طول هنا، بعد ما نطلعه ونركب هذه مكانه ان شاء الله. زي ما تلاحظون باصره لحد ما يخلص. طبعا نفتح الطويق، من المستحسن انك تعبي في حوش عشان يخرج الفريون، بس انا شغال مع المكيف والنافذة مفتوحة، خليه لحد ما يكمل الفريون. لاحظ الفريون كيف خرج. طبعا اعزائي المشاهدين خلصنا، طلعنا الفريون، في شوية غبار ما انصح حد يفتحها في غرفة، انصح حد في حوش في سطح علشان سلامتكم. الخطوة التالية هنطلع هذا ونركب هذا بدلا ان شاء الله. طبعا الان اعزائي المشاهدين صلحنا الشعله زي ما تلاحظون، نبدا بسم الله نحطها فين تسخن ونخرجها ونركب هذه مكانها بهذا الشكل، طبعا عشان تسخن مضبوط. انصحكم تستخدموا كمامه عشان ما يكون في صدرك، سلامتك مهمة. نحط مويه هنا إذا في ماء تمام عشان ما يشتغل بالضبط. طبعا مشاهدين الكرام طلعناه زي ما تلاحظون هذه الفتحة، وهذه القديم لاحظوا الفتحة كيف نطلعها. الآن نحط هذه مكانها، طبعا الآن ركبناها زي ما تلاحظون. الآن طبعا في ملاحظة وهي أن ما ندخل الماسورة للأخير، مع الأسف ما حد يمسك معي بس أحاول أوضح لكم. يعني هي الآن شوف لاحظ كذا زي ما تلاحظ، يعني ما ندخلها الأخير عشان ما ينسد هذا. طبعا بالأول نطلع الوال هذا، نطلعه نسينا ما نطلعه، نطلع هذا ونطلع الربل، هذا الربل نطلعها برضه، نطلعها بالكوفية هذا بعد ما تدخلها وتسحب. كما تلاحظون طلعناه
الان كل اللي علينا ندخلها بس مش كامل للنص عشان ما ينعغم الفتحه هذه، يعني يدق بحديد بحديد الفريون ما بيمشي، لازم شويه يكون فراغ. طبعا نبدا بسم الله كما تلاحظون، نبدا نصير الماسوره حاميه سخنه، ثم نحط اللحام فوقه وكذا يتلحم ان شاء الله طبيعي. زي ما تلاحظون اعزائنا المشاهدين خلصنا ولله الحمد، هذه النتيجة بعد ما خلصنا ان شاء الله تبارك الله. كيف الان نطفيها بموية وثم نعود. نطفيها بماء عشان تبرد، ثم نختبرها بالهواء عشان نشوف هل في مشكلة في شيء هنا، نتأكد. هذه النتيجة طبعا بعد ما خلصنا ما شاء الله تبارك الله، تلاحظ كيف الحال لازم يكون دقيق. لحم على مهلك، لا ترتبش لا تستعجل، حبة حبة إن شاء الله الأمور طيبة. يعني الآن نجيب الهواء، وهذه هو طبعا الكمبروسر، ونختبر حق الهواء على طول إن شاء الله. طبعا شغلنا زي ما تلاحظون، دخلنا السلكين تحت والطرف الآخر الأرك قرعناه قرع يعني زي المفتاح، اشتغل الآن هذا الدفع. الآن ندفعه بالهواء ونختبر نشوف. طبعا السحب من هنا والدفع من هنا. هذه الساعة طبعا مركبة، الآن نشغلها ونشوف. نشوفك الليل الأول هنا والطرف الثاني هنا بسم الله. لاحظ شبكنا، لاحظ الساعة كيف تزيد. نخليها على 60 أو 50 50، نخليها على 50 ثم نوقف ونشوف. في حال إنه نزل الهواء يعني في تهريب من هنا أو في مكان آخر، في حال إنه ما نزل فالشغلنا سليم. نخليه طبعا نشد، هذا نشد برضه. الآن يعني قاعد يسحب الهواء من هنا، قاعد يسحب الهواء يطلعه رأسا إلى كل الكمبروسر ويروح هنا. طبعا الآن نطفي، طبعا نسحبه بس. طبعا طفينا الآن بعد ما تعبى. نلاحظ أعزائي المشاهدين الآن الساعة فوق 50، نلاحظ هل تنزل ما تنزل. زي ما تلاحظون فوق 50، نشوف نرجع بعد 10 دقائق. في حال نزلت هذه الساعة يعني في خلل في تهريب، يا أما من هنا أو من مكان آخر، نتأكد. بس نرجع بعد ربع ساعة، أو تخلي ربع ساعة أفضل يعني احتياط. طبعا للمعلومية يا أعزائي المشاهدين، هذا الشبك حق التبريد انصح حد يستخدم لها مضاد الصدا يجيبها لكم له. هذا طبعا حد يستخدمه اي نوع مش مشكله، اهم شيء ان الفكره انها ما يصدي عليك، واذا صدى بيطلع لك مشاكل بيصير. فافضل انك تلاحظه من بدري، تحط فيه هنا زي كذا ترش. نعلم الله، انا قد سويت قبل ساعتين، بس محبه لكم يعني تسوي كذا زي ما تلاحظ عشان يروح فيه من الصدام من الدحل من اي شيء. برضه شوفونا الشخص هذا مهمل انه كيف راح، يعني حد يسويه كل فترة وفترة، كل 6 شهور كل سنة تقص له، حط له شوية علشان ما يصدي عليك، عشان ما تدخل في مشاكل اكبر بعدين. عرفتوا كيف؟ فبرضه هنا نفس الكلام قد سوينا احنا، بس نوريكم الطريقة. تسوي كذا علشان الصدأ يروح، الدحل ما يصدي ويطلع معك مشاكل بعدين، تهريب من هنا مشاكلها اكبر بتكون. يعني كذا تمام ان شاء الله ما في اي مشاكل. طبعا سوي الكابيلاري قبل ما انسى، هذا الكابيلاري سوي هنا شوية زي ما تلاحظ انه مكان برضو عليه العمد الكابيلاري، وكذا ان شاء الله تمام. طبعا الآن مرت 5 دقائق، نلاحظ ما شاء الله تبارك الله ما في أي تهريب، مكانه فوق 50 ثابتة. نعطيه عادنا 10 دقائق احتياط، ثم نهرب الهواء ونعبيه فريون، لا ونسحبه، نسحب الهواء ثم نعبيه. ركز معي بالطريقة، الطريقة الآن البلف أول شيء عبيناه، ركبناه عفوا، عبينا هواء الآن نختبر طريقة سليمة سليمة. في حال إنها سليمة
نفرغ الهواء ثم نختبر برضو في حال دخل هواء ولا ما دخل، يكون تحت الثلاثين، البي اس اي، هذا البي اس اي لازم يكون تحت 30، يعني تحت الصفر، تحت الثلاثين يكون هنا طبعا العداد، ثم نعود ان شاء الله. الان نفضي الهواء، طبعا هواء هذا ما تخاف عادي ولا في شيء، هواء عادي. الان طبعا اللهم صل وسلم على رسول الله، نرجعه مش مشكله، طبعا يفترض ان نفتح هذا اللي تحت بس عادي مش مشكله. الان نسحب العكس، نشبكه هنا الخرج، يعني يسحب الهواء اللي في المواصير، لانه صعب تعبي فريون وفي هواء في المواصير ما بتضبط العمليه. نشبك السلك اول، بسم الله. مجرد ما نشبك نمسك السلك الصغير، لاحظ اشتغل كمبروسر بس ضعيف، نرجع نفصل نشبك، لاحظ كيف اشتغل طبيعي من الدفع. الان نحطه فين؟ الفيب في مكان السحب، هذا مكان الخرج طبعا عندك، هذا مكان السحب، نحطه في مكان السحب. بسم الله ثبتناه. الان لاحظ العداد كيف ينزل، لاحظ كيف ينزل، لاحظ لازم ينزل تحت الثلاثين، تحت الثلاثين هذا تحت ينزل، نخليه طبعا اللهم صل وسلم على رسول الله لين يوصل تحت الثلاثين، ونطفي الكهرباء وننتظر. في حال ان ارتفع العداد تحت الثلاثين فوق فعرف انه في تهريب، في تهريب وشغل غير صحيح. لاحظ الهواء برضو، لاحظ كيف يخرج، لا يغرك انه تحت الثلاثين، تخليه اغلي شي 10 دقائق ربع ساعة، لاحظ الهواء، فلا تستعجل انتظر، لان الان قاعد يسحب الهواء اللي جوا المواصير اللي داخل الكمبروسر، يطرده يسحبه كامل عبر الكمبروسر حق الثلاجة هذا تشيبة، يخرجها برا يطلعه عشان يكون فاضي، مع ذلك يعبي الفريون طبيعي يكون صحيح العمل. الان طبعا بعد ما خليناه غرابه ربع ساعه قرابه، ايش نصلح الان؟ نسكر الحباس، طبعا نسكر طبعا الحباس مفتوح، نسكر هذا طبعا، هذا مسكر، نسكره تمام. سكرنا الحباس الاول عشان ما يدخل الهواء، طبعا ما عاد زي ما تلاحظون غير موجود هنا تحت الثلاثين. الان اللهم صل وسلم على رسول الله، نسكر هذا برضو، احنا نسكره نشده مضبوط تمام. الان ايش نصلح؟ نطفيه زي ما تلاحظون طفيناه، لاحظ طفيناه. ننتظر الان اغلي شي ربع ساعه نشوف هل يطلع، في حال انه طلع هنا الى الصفر الى العشره الى اي مكان طلع، عرف ان في هواء في تنسيم، لان الان عبارة سحبنا الهواء منه. الان في حال انه دخل الهواء الى الصفر او للثلاثين او للعشرة او للعشرين، يعني في تهريب، دخل عن تهريب مكان فتحة مكان اخر هنا مكان اي شيء، يعني في حاجة خطأ تصلحها تتأكد منها. الان ننتظر ربع ساعة نشوف هل يطلع ما يطلع، نتأكد ان شاء الله. اتمنى الفكرة انها وصلت يعني. طبعا اعزائي المشاهدين رجعنا بعد ربع ساعة، لا يوجد اي تهريب ولله الحمد، لاحظ كيف ثابت. الان الخطوة طبعا اذا كان نوريكم الان، يعلم الله هذه معلومات غيمة يعني نخدمكم فيها، تستاهلوا كل خير متابعينا. هذه طبعا طاسة فاضيح، نحط الزيت، زيت كمية الى هنا طبعا، نحط الزيت. طبعا الزيت هذا ينفع لاي شيء، للسيارات، للمكيف، في حال لها فترة سنتين ثلاث اربع ما فيها زيت، هذا الزيت طبعا يريح الكمبروسر، يريح الملفات اللي داخله عشان ما تحترق، عرفتوا كيف؟ في حال في تهريب هرب شيء من هنا احيانا يهرب الزيت، هذا تعويض عنه. الان طبعا فتحناه زي ما تلاحظون، فتحناه ونحطه طبعا هنا، ونركز ونراقب، نفتح الماسوره اللي فوق. طبعا ننتبه اهم خطوه لما يكون الزيت، يعني مجرد ما يسحب نفتح الحباس
الحباس هذا طبعا بعد ما نفتحه بيسحب شيء طبيعي لانه يسحب الهواء، فما في هواء في الزيت، يسحب الزيت يعني ما نخليه يسحب الزيت ونطلعه في الهواء. حاول ننتبه مجرد ما يوصل في الطرف زي الهامبرغ شوية عادي مش مشكلة. الان الخطوة الاخيرة وهي لكم بالفريون نعبيه وامورنا سليمة ان شاء الله. اعزائي المشاهدين شبكنا السلك عشان ما يتعبنا، شبكنا الاسطوانة شبكناها، الان نفتح الفريون. طبعا لما نفتح طبعا هذا مسكر اهم شيء، نفتح الان ال نفتح طبعا نفتح زي ما تلاحظ وقفل شوية تمام، نعطيه دفعة زي كذا في البداية قبل ما نشق له. نفتح زي ما تلاحظ كثير نغفل، نفتح عشان يدخل في المواصير وفي الكمبروسر، ثم نفتح شوية نشغل بسم الله. الآن طبعا نشغله لاحظ العداد طبعا هنا يزيد معاه. طبعا ليش شغلنا المكيف؟ عشان يبين لنا الفريون كم، 40% 50. اذا عبينا وطافي بيبين لك انه مليان وليس مليان، لكن لما نشغله الفريون يروح في المواصير ويتعبى ويروح ويبين لنا كم باقي. نغفل شوية نعطيه لاعب كيف يزيد، نغفل طبعا لما صورة الطرد هذه لازم تكون حامية، هذه حامية. واللهم صل وسلم على رسول الله. لاحظ الكابيلاري كيف ثلج، شيء طبيعي بيثلج انما دل على نقص الفريون زي ما قلنا لكم اول. هذه المشكلة تكون طبعا من هنا الى هنا الفريون ناقص. الان لما بنزيده طبيعي طبعا تعبئة الفريون يكون على 55 60، بس انا ما انصح 60، لازم يكون 55 افضل عشان الاماكن تكون رطوبة سخونة على حسب احيان يرتفع زي ما تلاحظ. شوف الان مع التعبية سوف يروح ان شاء الله هذا الثلج، ركز معي حتى يعلم الله. الان في برود شوية جاء، وهنا طبعا لازم يكون حار من الخلف، في شوية حرارة طبعا زودة شوية سكر. نلاحظ وصل كم، نتأكد طبعا نشوف وصل الى كم الفريون. وصل الى 20 طبعا، الى 20 نزود شوية لحد ما يوصل الى 50 55 عادي نعطيه. لاحظ كيف نعطيه شوية نسكر علشان ما نفتحه بالشكل كامل لانه ما يصلح يروح في الغصاب، لازم حبة حبة علشان يتوزع بالطبيعي تمام. نفتح شوية نفتح سكر بعدين يتوزع. لاحظ كيف زاد، قبل شوية كان 20 الآن نشوف كم، قرب 30 لاحظ. طبعا ما شاء الله تبارك الله برود شوية برود بدأ، طبعا هنا يكون حرارة بدأ يعلم الله حرارة، في أول ما كان في حرارة الآن بدأ. لاحظ الثلج هل راح هل باغي، لسه باغي الثلج يعني عادة مش بالشكل المطلوب الفريون يعني ما وصل للمكان. ما شاء الله تبارك الله برود، نطفي طبعا نزود شوية نطفي. لاحظ فوق 30 الفريون الآن، نزود شوية لحد ما يوصل إلى 50 55 يكون سليم إن شاء الله. طفي
على هذا الحال نوصل الى 55. الان وصلنا كم؟ 40. ندخل في 40. لاحظوا اعزائي المشاهدين كيف الكافيلري بدا يروح الثلج زي ما قلت لكم قبل شويه كيف بدا يروح، لما اننا احنا الان نشتغل بالشكل الصحيح. هنا برضو بدا يروح، ركز ركز على هذا اللي بدا يروح. نعطيه شويه عادنا، بسم الله. سكر، نعطيه شوية، بسم الله. طبعا الأسطوانة تكون باردة شيء طبيعي بحكم خروج الفريون. سكر نشوف وصل إلى كم. وصل إلى 45، 46 وصل. نلاحظ هل راح الثلج أو باغي؟ لاحظوا أعزائي المشاهدين كيف راح الثلج كامل، انما دل على ايش؟ الشغل مضبوط 100%. طبعا نخليه الى العداد، الضغط يسموه الضغط، الى 55. لاحظ ما شاء الله تبارك الله كيف برود، ما شاء الله تبارك الله. وهنا طبعا مسخن شيء طبيعي، الهواء الحق الحار اللي يفرق. طب ما شاء الله تبارك الله برود. نفتح عادنا. وصلنا الى كم قلنا؟ الى 48. نزود لسه باقي. نزود عدنا، نكون اهم شيء ننتبه ما نتجاوز الستين. نتجاوز الستين لو سمح الله بينفجر فيه، بينفجر الفريول، بينفجر القصاب حقها. طبعا هنا حار شيء اكيد الطرد، وهذه البارد طبعا، وهذا الطرد للسحب. لاحظ طفي. لاحظ وصلنا لكم؟ الى 51. زودها شوية، اهم شيء ما نتجاوز 60 حفاظا على سلامتنا عشان ما ينفجر لو سمح الله فينا، نكون منتبهين. نطفي ولا تستعجل، حبة حبة في هذه الحالة. وصلنا كم؟ التصوير التصوير، وصلنا الى 55. نعطي شوية عادنا، مش مشكلة. سكر، وصلنا الى 58. كذا خلاص كفايه، يكفي بالراحه، كفايه ان شاء الله 100%. الان سكرنا الفريون، نسكر الحباس طبعا، نسكره عشان ما يدخل الهواء في هذا الحاله. قفلناه. اللهم صل وسلم على رسول الله. انا بقول لكم صلوا على العلماء بالضبط. الان الخطوه هي اللهم صل وسلم على رسول الله. طفي المكيف، طفيناه. طبعا سكرنا الحباس عشان ما يروح علينا. الضغط زي ما قلنا وصل الى كم؟ الى 55 عادي، برضو يعتبر فل. الان نخفس، عمليه الخفس، عمليه ايش؟ الخفس. نخفس ثم اللحم. انتم تلاحظون اعزائي المشاهدين فتحناه بعد ما سوينا خفس 3 مرات. نبعد الساعه، نحطها في الارض عشان ما تضايقنا. عرفتوا الماسورة؟ نحط خفس. خفس كيف يعني؟ كذا تحقطها 1 2 3. الآن نغص هذا تمام، ونلحمها فقط وخلاص كذا سليم جاهز. طبعا شغلنا الشعلة، الآن نغصها غص بالشعلة. هذا الزايد نغص أبوها الآن زي ما تلاحظون أعزائي المشاهدين، تكون حرارة عالية، نغصها غص الآن. ثم نلحم عليها باللحام، وهذه آخر خطوة كذا إن شاء الله سليمة. إن شاء الله أن الفيديو إنه سهل وما في أي صعوبة، وإحنا موجودين تحت الخدمة إن شاء الله. أي استفسار أي شيء شروع. طلعناها طبعا بالزرادية، سحبناها سحب، لاحظ كيف. الآن طبعا المرحلة الأخيرة نشد اللحام ونلحمها على طول إن شاء الله. أتمنى لو كان في شخص صورناه عشان أوضح لكم أكثر، بس لا أحد ما يجي. طبعا اعزائي المشاهدين خلصنا لله الحمد. لاحظ كيف حطينا له صبه عشان ما يقدر
يخرج الفريون نسكرها باللحام وكذا امورنا سليمه ان شاء الله. الان بعد الخف الزرادي نشوف هل في تهريب ام لا. طبعا نجيب مويه علشان ما يضبطه. تمام، الان بعد الزرادي بشويش نشوف هل في تهريب نسكره وكذا خلصنا ان شاء الله 100%. لاحظوا اعزائي المشاهدين بعدناها، تأكد مكانها هل في تهريب، نحط شوية يعني لعاب او صابون معاك افضل. تمام، بطريقتك يعني. لاحظوا لله الحمد ما في اي تهريب، ما في اي شيء، اللهم لك الحمد، شغل سليم، شغل 100%، والكمال لله ما ندعي 100%. يعلم الله هذا الفيديو حبيت اشارككم معاه يعني باسهل طريقه تعبئه فريون بنصائح مهمه، ان شاء الله انه عجبكم. واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناه، شيروا ودعمونا لكي نستمر معاكم، ولا تنسوا اهم شيء الصلاه والسلام على رسول الله، واللهم صل وسلم على رسول الله. زي ما قلت اي استفسار اي شيء احنا موجودين. طبعا هالملاحظه هذه الخفصه الاولى، زي ما قلنا الخفص يعني كذا، الخفص كذا تسوي هذه الخفص 1 2 3. يعلم الله هذا الفيديو يعني اغلى واجب نسويه معاكم، ولا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد. ونقرب الفيديو، عفوا المكيف، بسم الله. لاحظ ما شاء الله تبارك الله اشتغل طبيعي سليم السليم. كذا تبارك الله سليم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في القناة ليصلكم كل جديد. طبعا في ملاحظة، طبعا هنا لازم يعرق بعد ما نخلص من العمل، لازم المكيف يعرق نفسه هذا، إذا عرق يعني سليم. لاحظوا كيف يعرق، يخرج مويه يعني أمورنا طيبة، عمل سليم. هنا للحمد يعرق بدأ، يعني كل شيء سليم، عمل سليم. إن شاء الله نافدناكم، وإن قصرنا ولا أخطأنا سامحونا عاد. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وإذا عجبكم الفيديو لا تشتركوا، إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.